بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات أخطاء مسلسل ريا وسكينة والحلقة رقم 5. هنتناول في حلقة النهاردة أخطاء الحلقتين 7 و8 من مسلسل ريا وسكينة. بتبدأ الحلقة 7 من مسلسل ريا وسكينة باجتماع عاجل لآل همام. ريا وسكينة وحسب الله والأم زينب أم مصطفى والشقيق أبو العلا. حسب الله عامل نفسه كبير آل همام، بيتناقشوا ويفكروا إنهم يعملوا مقهى ويحضروا راقصة أو أكتر يرقصوا في هذا المقهى، وبيتفقوا في النهاية إنهم هيقوموا بالسرقة عشان يقدروا يوفروا المال اللي هيشتروا أو هيفتحوا به المقهى. طبعا اللي هيقوم بالسرقة طبقا للمسلسل حسب الله وأبو العلا. أكتر شيء مثير للدهشة وللعجب من السيناريست مصطفى محرم والمخرج جمال عبد الحميد هو الإصرار على تجميل صورة ريا وسكينة بأنهم لم يكن لهم علاقة بالبغاء، وأظهر ذلك من خلال جملة في هذه الحلقة على لسان الأم زينب أم مصطفى: لا مسخرة، لا سرقة ماشي، مسخرة لا. وطبعا ده غير صحيح وتجميل غير مبرر لريا وسكينة، لأن احنا سبق وقلنا إن سكينة وسكينة بالتحديد عملت أكتر من مرة بالبغاء السري. بعد كده سجلت سكينة اسمها كمومس مرخصة في نقطة المومسات في طنطا وعملت فيها. إزاي بعد كده نقول مسخرة لأ سرقة ماشي؟ شيء غريب وغير مبرر. بعد كده حسب الله النطع بيقول لسكينة: ومين جاب سيرة المسخرة؟ ده انت هترقصي في غاية الأدب. طبعا جملة في غاية الأدب دي أعتقد إنها كانت على لسان المصريين في الوقت ده، وأخدها السيناريست من خلال أقوال المطرب الضرير أحمد الشيخ أحمد العاجز اللي كان مع عديلة ومحمد خفاجة في نزهة العيد التعيسة، لما قال وشربنا وهيصنا في غاية الأدب. وفعلا بيعرض المسلسل ان حسب الله وابو العلا سرقوا بعض الكراسي ومستلزمات المقهى من احد المقاهي، وفعلا افتتحوا المقهى وترقص سكينة وريا بتقدم الطلبات للزباين. وطبعا حسب الله عامل نفسه معلم وعايش في دور المعلم. كل ده لم يحدث، لم يفتتح آل همام اي مقاهي في هذه الفترة ولا بعدها، وكل ده من خيال السيناريست مصطفى محرم والمخرج. إلا سكينة بعد كده، عشان يبقى الكلام محدد، إلا سكينة بعد كده اللي قامت بافتتاح مقهى صغير اللي كان مقابل لاسم شرطة اللبان، ولكنها أغلقته بعد أشهر قليلة بعد مشاحنتها ومشاجرتها مع سيدة بنت سليمان قاسم، زي ما سبق وحكينا وشرحنا قبل كده في أكتر من مكان. بعد كده بيظهر في المسلسل ان حسب الله وابو العلا هما اللي فكروا في عمل بيوت البغاء السري لريا وسكينة، وطبعا في المسلسل لم يذكروا ان هذه البيوت هتضار للبغاء السري. المسلسل اصر ان هذه البيوت للانس والفرفشة، يعني شرب خمر، تدخين حشيش، رأس الى اخره. والحقيقة بشأن هذه البيوت اللي افتتحها وأضارها آل همام بعد كده مخالف لهذا تماما. المؤكد ان هذه البيوت اللي افتتحها وأضارها آل همام كانت تدار للبغاء السري وللدعارة السرية، وقاموا بتشغيل عدد من المقاطير زي ما شفنا وتابعنا في فيديوهات سلسلة ضحايا ريا وسكينة وسلسلة حكايات ريا وسكينة. والشيء الغريب والعجيب والمثير للضيق هو إصرار المخرج والمؤلف أو السيناريست على إنكار عمل ريا وسكينة بالبغاء السري، أو على الأقل عدم إظهارهم في المسلسل. زي ما قالت سكينة الحسب الله: مسخرة يعني، حد الله بيني وبين الحرام ده. يرد عليها حسب الله: إيه اللي انت بتقوليه ده يا سكينة؟ أنا بتاع الحاجات دي؟ أنا راجل حر، ما أقبلش على حد من أهل بيتي أي مسخرة. شيء غريب وعجيب وغير مقبول إصرار السيناريست والمخرج على هذا الأمر، واللي هيتكرر كثيرا بعد كده في الحلقات. وطبعا زي ما قلنا كل ده غير صحيح ولم يحدث. بعد كده بتظهر في المسلسل إن حسب الله
هو اللي بيستأجر بيت عشان يجعلوه زي ما قال وعلى حسب قوله للأنس والفرفشة. بتظهر عديلة بنت عبد العال الجزائرلي أو عديلة الكحكية لأول مرة وهي بتزور شقيقتها نبيها بنت عبد العال اللي كانت بتسكن غرفة في الطابق الثاني من بيت الخواص واللي كانت مريضة مرض شديد. كل ما سبق أو معظم ما ورد في مسلسل ريا وسكينة الحلقة 7 لم يحدث وغير صحيح. المسلسل لم يذكر من الأساس إن أحمد رجب بعد أن عاد من العمل بالسلطة العسكرية البريطانية كان ضاق وزهق من العمل بالسلطة ومن السفر والغياب عن سكينة بسبب مشقة العمل بالسلطة وبسبب المخاطر اللي بيتعرض لها أثناء الحرب، وأيضا بسبب إن سفره للعمل بالسلطة كان بيبعده عن زوجته سكينة اللي كان بيحبها وبيعشقها، وبسبب ذلك قرر أحمد رجب الاستقرار في مدينة الإسكندرية ومحاولة البحث عن عمل في الإسكندرية عشان يستقر بجوار زوجته اللي كان بيحبها بشدة. مرت الأيام والأسابيع ولم يحصل أحمد رجب على أي فرصة للعمل، وكمان أوشكت المدخرات اللي كان حضر بيها من العمل بالسلطة إنها تخلص، وهنا اقترحت عليه سكينة إنهم ينتقل للإقامة في قريته نكلة العنب قرية أحمد رجب، لأن بالتأكيد نفقات المعيشة في القرية هتكون أقل من نفقات المعيشة في مدينة الإسكندرية، وممكن كمان يكون في فرصة عمل لأحمد رجب في قريته نكلة العنب أكتر من الإسكندرية. دي كانت الأسباب المعلنة من جهة سكينة، سبب سفرها وتركها للإسكندرية وانتقالها للإقامة في نكلة العنب قرية زوجها. ولكن السبب الحقيقي لانتقال سكينة والدافع الحقيقي لذلك كان ضيق سكينة بأعباء الإنفاق على أفراد أسرتها ريا وزوجها حسب الله وبنتهم بديعة وأمها زينب أم مصطفى وشقيقها أبو العلة اللي كانوا تعودوا على إلقاء مسؤوليتهم على سكينة وعلى زوجها أحمد رجب. فعلا باعت سكينة محتويات غرفتها في بيت الخواص لريا بثلاثة ريال ما عدا الحاف وستين أخدتهم معاها سكينة لقرية نكلة العنب. أقامت سكينة مع زوجها أحمد رجب في قريته نكلة العنب لمدة 3 شهور في غرفة استأجروها بعيدا عن أهل الزوج منعا من المشاكل والاحتكاكات معهم. عثر أحمد رجب على عمل في أحد المشروعات التابعة لوزارة الأشغال لتطهير الترع والمساقي، ولكن كان عمل موسمي انتهى بانتهاء موسم الجفاف، واضطر أحمد رجب أنه يرجع بعد كده هو وسكينة لمدينة الإسكندرية مرة تانية. كل ده لم يذكره المسلسل في حلقات مسلسل ريا وسكينة. وبعد فترة قصيرة رجع أحمد رجب مرة تانية للعمل بالسلطة العسكرية البريطانية وترك سكينة في مدينة الإسكندرية. رجعت سكينة مرة تانية تقيم في بيت الخواص وفي نفس الغرفة اللي كانت بتقيم فيها قبل سفرها لقرية نكلة العنب. دهشت سكينة لما وجدت الأسرة ما تزال تحتفظ بغرفتها وبتدفع إيجارها بانتظام، وأيضا لما وجدتهم استأجروا البيت بالكامل بطابقيه ما عدا الغرفة اللي بتقيم فيها نبيها بنت عبد العال الجزائرلي في الطابق الثاني. أجروا البيت كله بطابقيه لمدة 6 شهور وحولوه للبغاء السري، وده اللي حصل. أما اللي ورد في هذه الحلقة من المسلسل فمعظمه غير حقيقي وغير صحيح ولم يحدث. ملخص أخطاء الحلقة دي في مسلسل ريا وسكينة: أولا، سكينة هي من بحثت عن منزل يجمع الأسرة بحيث تقيم فيه في غرفة مع زوجها أحمد رجب، وريا تقيم مع زوجها وبنتها بديعة في الغرفة الأخرى، وتقيم الأم زينب أم مصطفى وأبو العلة في الصالة. وفعلا سكينة استأجرت شقة في الطابق الأرضي من حجرتين وصالة بشارع ملطة في حي كرموز، وده اللي بعد كده أصبح بيت الخواص. يبقى سكينة هي اللي بحثت عن هذا البيت وهي اللي استأجرته. ثانيا، وقعت سرقة حسب الله وأبو العلة لسكينة تمت أثناء بحث سكينة عن البيت، وتم اكتشافها بعد الانتقال لبيت الخواص. ولكن المسلسل ذكر عكس ذلك، إنهم بحثوا عن استئجار البيت من الأساس بعد وقعت سرقة أبو العلة وحسب الله لسكينة، وطبعا ده غير صحيح. ثالثا، لم يقم
آل همام بعمل أي مقاهي ولم يفتتحوا أي مقاهي، ولم تقم سكينة بالرقص في أي مقاهي لآل همام، ده طبعا غير صحيح. رابعا، لم يذكر المسلسل وقعة انتقال سكينة وزوجها أحمد رجب لقريته نكل العنب والإقامة فيها لمدة 3 شهور كاملة. خامسا، ذكر المسلسل خطأ أن حسب الله هو اللي قام بالبحث عن بيت الخواص واستئجاره أثناء وجود سكينة في مدينة الإسكندرية. لم يذكر المسلسل أبدا أن بيت الخواص أداره آل همام للبغاء السري وعمل به عدد من المقاطير. كل دي أخطاء من المسلسل عن الحقيقة ولم تحدث. أيضا من أخطاء المسلسل أن مريم الشامية هي اللي أفهمت سكينة بضرورة وجود فتوة أبو أحمدات لحماية بيت الخواص من الجيران ومن الشرطة، وطبعا ده لم يحدث. أيضا طريقة تعرف حسب الله على عرابي حسان وطريقة تعرف عرابي حسان على آل همام بالكامل لم تحدث كما وردت في المسلسل، وما جاء في المسلسل بخصوص هذا الأمر غير صحيح تماما. ورد في المسلسل إن حسب الله هو اللي كان بيبحث عن عرابي حسان عشان يستأجره ويقوم بأنه يكون فتوة لبيت الخواص وهو لا يعرفه عشان يتفق معاه على حماية البيت. جاء مشهد عرابي وهو بيسوق الناس أمامه وبيقول لهم لو مسكت خشبة لننيموكم من الظهر يا حارة ركش، أنا عرابي الصوامع يا غجر. طبعا المشهد ده كتبه السيناريست من خلال ما عرف عن عرابي حسان ومن خلال التحقيقات وأوراق القضية إن عرابي كان مشهور إنه بيسوق الناس أمامه بالعصا ويقول لهم أنا عرابي الصوامعي، ولكن لم تكن هذه هي طريقة تعرف حسب الله على عرابي حسان. لأن الحقيقة واللي حصل إن عرابي حسان كان من أوائل اللي تعرف عليهم حسب الله سنة 1917. كان عرابي حسان بيقابل رفيقته نظلة بنت أبو الليل فتح الباب في بيت ريا وسكينة، أو في بيت بالتحديد في بيت ريا وحسب الله في المسكوبية، ومن هنا تعرف عرابي حسان على حسب الله ومن بعده على آل همام بالكامل. ومن الوقت ده أصبح عرابي حسان هو فتوة بيوت آل همام للبغاء السري وحامي حماها. وده طبعا حصل أو حدث بعد إغلاق بيت الخواص وبعد انتقال آل همام من حي كرموز بالكامل. وهنا بيكمل المسلسل في الأخطاء اللي بتتعلق بترتيب الأحداث واللي بتتعلق بالسياق الزمني وترتيب أحداث القصة. بعد كده بيظهر محمد سداد في الحلقة 7 بيقابل سكينة في خمارة من الخمارات وبتعجبه وبيحاول إيقاعها في حبه وبيحاول إنه يرافقها، وفعلا بترافق سكينة محمد سداد، وده اللي حصل لحد كده بتنتهي الحلقة 7. هنبدأ دلوقتي في أخطاء الحلقة 8 من المسلسل، مسلسل ريا وسكينة. بتبدأ الحلقة بالمشاجرات والمشاحنات اللي بدأت واستمرت بعد كده بين سكينة وحسب الله بسبب اتهام حسب الله لسكينة بالإسراف في الإنفاق، وبسبب اتهام سكينة لحسب الله بتبديد إيراد البيت على مزاجه وعلى علاقاته النسائية. سكينة في الوقت ده كانت بتعتقد إن حسب الله بيسرقها وبيسرق إيراد البيت. كانت سكينة بتعتقد إن ده بسبب سفر زوجها أحمد رجب وبسبب وجودها وحيدة معاهم، وبسبب كده رفقت سكينة محمد سداد، وأصبح محمد سداد بيتردد على بيت سكينة بانتظام. بيعرض بعد كده المسلسل إن حسب الله بيشكو تردد محمد سداد لعرابي حسان وبيطلب منه منعه من التردد على سكينة، وفعلا بيتشاجر عرابي حسان في توة آل همام وحامي حما بيوتهم، بيتشاجر مع محمد سداد وبيمنعه من دخول البيت وبيمنعه من التردد على سكينة. وبكده أظهر المسلسل إن ده سبب انقطاع محمد سداد عن سكينة، وطبعا ده غير صحيح. الحقيقة في علاقة سكينة بمحمد سداد حدثت كالآتي: سكينة فهمت وأدركت إن عدم وجود رجل معاها وكونها امرأة وحيدة وزوجها مسافر للعمل بالسلطة العسكرية ده بيضعف من موقفها في الشراكة مع ريا وحسب الله. ده كان أحد أهم الأسباب اللي جعلت سكينة تتخذ رفيق ثابت لها وهو محمد سداد.
محمد سداد اللي كان دخل مرة البيت مع زميل له أعجبته سكينة وعرض عليها إنها تكون رفيقته. وافقت سكينة إنها ترافق محمد سداد، وبالتالي أصبح بيتردد عليها في حجرتها معظم أيام الأسبوع بعد الانتهاء من عمله القريب من منزل سكينة اللي كانت في الوقت ده انتقلت للإقامة في كفر الغاطس بمينا البصل وليس بيت الخواص زي ما ورد في أحداث المسلسل، وده طبعا برضو أحد أخطاء المسلسل. على الرغم من استمرار زواج سكينة من أحمد رجب، ولكن سكينة وافقت على مرافقة محمد سداد لأن غياب زوجها أحمد رجب في العمل بالسلطة كان طال لدرجة نفدت معها قدرة سكينة المحدودة على الصبر. ومع إن أحمد رجب كان بيرسل لسكينة من وقت لآخر بعض النقود، ولكن في الحقيقة والشيء المؤكد إن زواج سكينة وأحمد رجب كان تحطم من وقت اضطرت سكينة للرجوع عن توبتها والرجوع للعمل في البغاء السري بعد وصولهم للإسكندرية عشان تصد عن نفسها وعن زوجها أحمد رجب غوائل الجوع والفقر والحاجة. وأنا أعتقد إن رجوع سكينة للعمل بالبغاء كان بعلم أحمد رجب وقتها. واعترض حسب الله على تردد محمد سداد المنتظم على سكينة خوفا مما قد يثيره من شبهات على البيت. سكينة لم تهتم باحتجاج حسب الله، شافت سكينة تدخل حسب الله إنه عايزها تفضل وحيدة بدون رجل، شافت سكينة في احتجاج حسب الله إنه عايزها تظل بدون رجل يحميها أو يدافع عن مصالحها أو يؤنس وحدتها ويمنعه من الاستيلاء على عرائها وأموالها. ولكن محمد سداد نفسه وجد في اعتراض حسب الله بعض الأسباب المنطقية، وحاول محمد سداد إنه يقلل من تردده وزياراته لسكينة، وبالتالي أصبح محمد سداد بيمضي جانب من السهرة بعد خروجه من العمل على أحد المقاهي مع بعض الزملاء، وبعد كده ينصرف مع أحد أصدقائه في مواعيد غير ثابتة. وأول ما يصل بالقرب من منزل سكينة يستأذن من صديقه ويتسلل لمنزل سكينة من دون أن يراه أحد. كان محمد عبد العال زميل من زملاء محمد سداد في شركة المكابس المصرية، وكان صديق مقرب من محمد سداد، وكانوا جيران في شارعين متجاورين، وبالتالي كان محمد عبد العال بيكثر من مصاحبة محمد سداد بعد انتهاء السهرة. ولفت نظر محمد عبد العال تكرار دخول صديقه محمد سداد للبيت اللي بتقيم فيه سكينة. لم يصدق محمد عبد العال زعم صديقه ان ده منزل اقارب له، وبدأ محمد عبد العال يتقصى الاخبار لحد ما عرف ان البيت ده بيدار للبغاء السري وللدعارة السرية، وان صديقه محمد سداد بيقابل فيه رفيقته. ذهب محمد عبد العال بعد كده وشاف سكينة وأعجب بها وشغف بها حبا. أحب محمد عبد العال سكينة حب ملك عليه كل كيانه، وقرر محمد عبد العال أنه ينافس صديقه محمد سداد على مرافقة سكينة وعلى حب سكينة. أصبح محمد عبد العال بيترك صديقه محمد سداد في المقهى ويتسلل لحجرة سكينة. وبعد أسابيع كان محمد عبد العال جذب سكينة له وأحبته بشدة، وضاقت سكينة وزهقت من محمد سداد وصرحته إنها لم تعد راغبة في استمرار رفقته وإنها غير راغبة في استمرار العلاقة بينهم. وفعلا انقطع محمد سداد عن التردد على البيت وحل محله محمد عبد العال في قلب وفي فراش سكينة، عشان يكون ده من حسن حظ محمد سداد ومن سوء حظ محمد عبد العال اللي هتقوده هذه العلاقة المشؤومة لحبل المشنقة. دي كانت حقيقة علاقة سكينة ومحمد سداد، وحقيقة والسبب الحقيقي لانقطاع هذه العلاقة والانقطاع محمد سداد عن التردد على سكينة. ليس كما ظهر في المسلسل ان حسب الله اوصى عرابي حسان بذلك وتشاجر معاه عرابي ومنعه من التردد على البيت، ده خطأ اخر من اخطاء المسلسل. بيظهر في المسلسل ان حسب الله بيخاف من ريا ومن انها تعرف عن علاقاته النسائية المتعددة. الحقيقة كانت غير كده تماما، كان حسب الله متعدد العلاقات النسائية ولكن بعلم سكينة وبعلم ريا وفي العلن ولم يكن يخشى شيء، لان ريا كانت عارفة مدى الخلل في علاقتها بحسب الله بسبب فارق السن الكبير بينهم. زي ما احنا عارفين ريا كانت اكبر من حسب الله
بحوالي 14 سنة كاملة. بسبب كده ريا لم تكن تضيق على حسب الله، ولم تكن تحاسبه على علاقاته النسائية المتعددة. من البغايا اللي كانوا بيعملوا في البيوت اللي بتديرها أو غيرهم من النساء، ريا نفسها ذكرت بعد كده وقالت إنها كانت تعرف طول الوقت إن حسب الله يحب دي ويرافق دي، وكانت الناس تيجي تقول لي فكنت أقول لهم بخطره، هو في حاله وأنا في حالي. كمان لم يكن حسب الله يحرص على التستر في علاقاته النسائية اللي كانت أصبحت من تقاليد زواجه مع ريا، لدرجة إن حسب الله البجح كان بيستأذن سكينة إنه يستخدم غرفتها للاختلاء بإحدى النساء. والأكثر من كده والأكثر غرابة ودهشة إن ريا قالت بعد كده إنها أجرت حجرة علي بك الكبير خصيصا من أجل حسب الله، بحيث إذا استنضف واحدة أو شاف واحدة حلوة عندي ياخدها فيها. منتهى الفجر والبجاحة من حسب الله، ومنتهى الذل والخضوع والخنوع من ريا، عكس ما جاء في المسلسل تماما، وده خطأ كبير من أخطاء المسلسل. ورد في المسلسل إن سكينة ذهبت لمحمد سداد بعد انقطاعه عن التردد عليها تسأله عن سبب حضوره لها، وده خطأ آخر من أخطاء المسلسل، لأن ده لم يحدث، لأن زي ما سبق وقلنا سكينة هي من ضاقت من علاقتها بمحمد سداد بعد أن تعرفت على محمد عبد العال وأحبته بشدة. سكينة هي اللي صرحت محمد سداد بعدم رغبتها في استمرار العلاقة، وبعدم رغبتها في استمرار أن يكون رفيق لها. بيظهر بعد كده في المسلسل محمد عبد العال، واللي قام بدوره الفنان رياض الخولي، واللي من وجهة نظري غير مناسب للدور، لا من حيث الشكل ولا من حيث السن. كمان أداء الفنان محمد الخولي لشخصية محمد عبد العال كان أوفر بشكل مبالغ فيه. ظهر محمد عبد العال وهو صديق محمد سداد اللي بيوسطه للصلح بينه وبين سكينة، ولكن طبعا ده لم يحدث، وإحنا سبق وشرحنا العلاقة كلها بالتفصيل. بعد كده بيظهر المسلسل طريقة معرفة ريا لنظلة بنت أبو الليل، واللي هتكون الضحية التانية، لما وصفها لها عرابي حسان كخياطة مقتدرة للثياب، وطبعا ده غير صحيح، لأن زي ما سبق وقلنا ريا تعرفت بنظلة بنت أبو الليل بعد كده لما ترك آل همام بيت الخواص وانتقلوا للمسكوبية، وعرفتها ريا لما كانت نظلة أبو الليل بتحضر بصحبة رفيقها عرابي حسان لبيت ريا وحسب الله تقريبا سنة 1917. بكده بتنتهي أخطاء الحلقتين 7 و8 من مسلسل ريا وسكينة، وبتنتهي الحلقة 5 من حلقاتنا أخطاء مسلسل ريا وسكينة. بتمنى أن الفيديو يكون نال على إعجابكم ورضاكم، ومنتظر آرائكم وأسئلتكم في التعليقات. إلى اللقاء في الحلقات القادمة أصدقائي الأعزاء، دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.